السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، ومرحبا بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. رئيس زيم الإسرائيلية: لا ندري متى ستنتهي أزمة البحر الأحمر، اسألوا الحوثيين. وإلى التفاصيل. قال الرئيس التنفيذي لشركة زيم الإسرائيلية إيلي جيليكمان إن الطرق البديلة التي تسلكها السفن للوصول إلى إسرائيل أدت إلى حاجة لزيادة عدد السفن بسبب اضطرار السفن لتخفيض الحمولة. وقال جيليكمان: إذا أبحرنا إلى شرق البحر الأبيض المتوسط فبدلا من 10 سفن لهذه الخدمة نحتاج إلى 15 سفينة، وهذا يعني أننا لا نحتاج إلى المزيد من السفن فحسب، بل نحتاج إلى المزيد من الحاويات، لأن الحاويات تقضي وقتا أطولا في البحر. وردا على سؤال عما إذا كانت إعادة توجيه الرحلات حول جنوب أفريقيا يمكن أن تستمر حتى عام 2025، قال الرئيس التنفيذي لشركة زيم الإسرائيلية لترادي ويندوز: هذا سؤال كبير، لا تسألونا، اسألوا الحوثيين. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.